فاليوم أول طائرة راح تهبط في العقبة، رحلة محلية، فبدنا نتعرف من خلال معن أبو دلو على كل تفاصيل هذه الرحلة. صباح الخير. معن أبو دلو معنا على الهواء مباشرة من العقبة، لو تطلعنا على تفاصيل الرحلة التي هبطت أو التي ستهبط، لا نعلم معلومات عندك. نعم، صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لمشاهدين برنامج يوم جديد. احنا اليوم في مطار الملك حسين الدولي، حيث حطت أولى رحلات الطيران التجاري إلى العقبة من أجل إعادة تنشيط السياحة الداخلية وإعادة إحياء هذه المدينة النشطة سياحيا واقتصاديا، من أجل الاستفادة من وجود عطوفة أمين عام وزارة السياحة السيد عماد حجازين، وأطلعنا على المزيد وأهمية هذه الرحلات التي انطلقت الآن، وبعد عدة دقائق هنالك رحلة أخرى. صباح الخير عماد بيك. صباح الخير أخي معان، وصباح الخير للمشاهدين. سعيدين بوجودنا اليوم في الواقع في العقبة لأكثر من سبب، أنه اليوم وأخيرا بعد 3 أشهر من الغلق نبدأ نتنفس الصعداء، نبدأ نتنفس من الجنوب، من هواء الجنوب الغالي والعزيز علينا جميعا. في الواقع زي ما تفضلت احنا، هي بداية، ستكون رحلة وبعد قليل رحلة أخرى، ولكن هذه الرحلات ستكون هي بداية للانطلاق أو العودة التدريجية للقطاع. عشان هيك كان في إطلاق برنامج السياحة الداخلية اللي هو أردننا جنة، وهذه السنة راح يكون أردننا بخير عنوان هذا الموسم، سيكون بداية من الجنوب ولاحقا من الوسط ومن الشمال. نريد أن نبدأ ونعود بالتدريج لكي نحافظ ما توصلنا إليه وما التزمنا به على مدار 3 أشهر الماضية، لتكون الأردن دائما بخير إن شاء الله. طمن المشاهدين والزائرين ممن يريدون القدوم إلى العقبة، كيف هي الإجراءات بشكل مختصر، لأن سمعنا كثيرا عنها، والأهم وما يشجع العائلات الأردنية، الأسعار، كيف نشجع هذه العائلات إلى القدوم إلى العقبة، الفنادق، مستوى الخدمات وغيرها. في الواقع بدي أحكي في شقين. الشق الأول إنه هو بدنا نطمن المواطن من الناحية الصحية، لأن هناك بروتوكولات صحية تم إعدادها بالتعاون مع كل الجهات وعلى رأسها وزارة الصحة، وتم اعتمادها وتطبيقها، وذهبت فرق تفتيش من الوزارة لمتابعة الالتزام بهذه المعايير، وكل الجهات التي التزمت بهذه المعايير تم اعتمادها من خلال لاصق من الوزارة بعنوان منطقة آمنة. الجانب الثاني اللي تفضلت فيه هو الجانب الخاص بالأسعار، وبرنامج أردننا جنة هو دائما لدعم المواطن الأردني، والوزارة وهي تنشيط السياحة تدعم التجارب والخبرات العديدة التي يتضمنها هذا البرنامج في كافة المناطق، تدعم المواصلات النقل من كافة المحافظات. الجميل في البرنامج أنه يوفر المواصلات من كافة المحافظات، وأيضا هناك دعم قد يصل إلى 40% في بعض الأحيان للتجارب التي سيختارها المواطن بغض النظر عن المنطقة أو الوجهة السياحية. عماد بيك، هنالك مواطن أوصل إليك رسالة من خلالي باختصار، 100 دينار من خلال برنامج أردننا جنة، ماذا تكفي هذا المواطن مع عائلة صغيرة مكونة من 2 أو 3 أفراد؟ يعتمد، هو برنامجنا في الواقع مقسم، هناك زيارة ليوم واحد وهناك زيارات مبيت. بيوم واحد يستطيع، وخاصة 100 دينار، المواصلات موفرة، إذا كان يرغب بزيارة وعودة ستكفيه وتكفي عائلته، ربما إذا أيضا رغب في المبيت في فنادق 3 نجوم أنا متأكد أنها ستكفي إن شاء الله هو وعائلته. نعم. ماذا نقول عن السياحة الداخلية بشكل عام بالأيام القادمة؟ احنا مجددا بحب أكد أنه احنا ننطلق بالتدرج بالسياحة الداخلية في كافة مواقعنا، نتمنى أن يقوم المواطن بالاستفادة من كل هذه البرامج، وخاصة أنه أيضا الوزارة والهيئة قدمت 25,000 ليلة مبيت في الفترة، فندعو المواطنين أيضا للتوجه
للمواقع والمناطق التي هي بالواقع كانت ربما مش قبلة للسياحة الأردنية، ونتمنى ونحن سنساعد أيضا في جذب المزيد وتوفير أيضا الدعم اللازم لاستقطاب الأردنيين للاستمتاع بهذه المناطق، لأنه في الواقع كان فعلا أرقام كبيرة من الأردنيين تذهب للخارج. شكرا عماد بيك. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لوجودكم معنا اليوم. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر من مطار الملك حسين الدولي في العقبة لنقل أولى رحلات الطيران التجاري إلى العقبة. المثلث الذهبي في هذه الأيام يدعم من قبل جميع الجهات، خاصة وزارة السياحة وسلطة العقبة. هنالك برامج كثيرة تستطيع العائلة الأردنية أن تختارها وفقا للموازنة المتاحة لهم. العديد من الرحلات، العديد من مستويات الخدمة من الفنادق، الأسعار متفاوتة أيضا، هي في متناول الغالبية العظمى من العائلات الأردنية. المواصلات مؤمنة، البرية مجانا، الطيران خفض إلى مستويات قياسية، الرحلة قد تصل الماكسيموم إلى 40 دينار ذهابا وإيابا. هنالك الكثير من البرامج في رم، في البتراء، في العقبة. اليوم 180 زائر وصلوا على متن هذه الطائرة. الطائرة الأخرى دقائق وتكون في المطار. هنالك 8 رحلات أسبوعيا ستصل تباعا إلى العقبة. انتظار أن تكون هذه المحطة هي محطة تشجيعية لباقي الأردنيين. حقيقة وزيرة السياحة السيدة مجد شويكة قالت بأن هذا البرنامج سيستهدف حوالي 200,000 شخص في هذه المرحلة، وهو رقم ممتاز جدا في ظل هذه الظروف. نعم. سأكون معكم تباعا في نقل البرامج السياحية، خاصة أن أيضا برنامج يسعد صباحك سيبث يوم غدا. نعم. من العقبة، وهنالك الكثير من الفعاليات والأنشطة والمشاهد التي سترونها من خلال شاشتنا الكريمة بإذن الله. شكرا لك معنا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وفعلا قطاع السياحة بيحتاج بهالفترة، وتحديدا السياحة الداخلية كبداية لهذا القطاع، أنه نرجع نعيشها من أول وجديد. واليوم الأخبار مبشرة وبتخلينا هيك نتفائل شوي. فعلا. شكرا معنا. كل التحية لك، لأهل العقبة، يعطيكم ألف عافية. شكرا.